دارتها في مصالحة الليبي. الليبي المغرب كانت تبعت على الارتياح لأن لم تكن طرف صراعات في ليبيا، ثم أن هي وفرت بها جيدا، وبالتالي انبثق عنها اتفاق الصغيرات، يعني اتفاق الصغيرات حتى السلطة اللي قائمة حاليا هي تستمد شرعيتها من اتفاق الصغيرات، سواء كان المجلس الرئاسي، الحكومة، البرلمان، غيره. هو اتفاق الصغيرات يعتبر أساس لأنه هو الحل السياسي يقدم واللي دعمته الأمم المتحدة. ولو أن احنا لو تم تطبيق اتفاق الصغيرات بالكامل كانت حلت المشكلة في ليبيا.